أجرى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم بأخيه دولة الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق. نقل خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وتحيات سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وتهاني سموهم له بنجاح الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. كما جرى خلاله استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، متمنيا سموه لجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار، راجيا له دوام الصحة وموفور العافية.